في المجلس. على نفسه مبادرة تقديم اقتراح قانون حول حياد لبنان، حياد لبنان يلي بيأمن السلام والاستقرار وبيأمن وحدة شعبه ضمن سياسي واستقرار وطمأنينة لكل لبنان وكل اللبنانيين. بدأ نواب حزب الكتائب بجولة على كل الكتل النيابية لاستمزاج رأيهم ولطلب دعمهم في مسيرة إنجاح هذا القانون. واليوم التقينا الزملاء في التيار الوطني الحر، نواب التيار الوطني الحر، وكان هنالك عرض مستفيض في كافة النقاط المتعلقة بهذا الاقتراح. وكذلك الأمر بقدر أقول أنه كان في تجاوب وهدف مشترك، أنه كلنا عنا هدف إنقاذ لبنان، وإنقاذ لبنان بنشوفه اليوم بحياده عن الصراعات، كل الصراعات، ما بدي أقول بس الصراعات العربية، كل الصراعات يلي عم تنعكس سلبا على أوضاعنا الأمنية وأوضاعنا السياسية. وشكرا. نحن بطبيعة الحال منثمن هالمبادرة اللي قام فيها حزب الكتائب. بعتقد أنه العمل البرلماني السليم والصحيح بمعزل عن الموقع السياسي والأفكار اللي عم تنطرح بيكون من خلال تبادل الأفكار والنقاش الجدي والصريح اللي بالآخر بيوصل لنتيجة لمصلحة لبنان. نحن اليوم عملنا هذا يعني هذا التمرين إذا جاز التعبير. في اقتراح مقدم جدير بالبحث، هذا الاقتراح كان في نقاش مستفيض حوله. إيجابية تحييد لبنان أو حياد لبنان ضمن الأطر طبعاً والتزامات لبنان كان على المستوى العربي أو على المستوى الدولي مثل ما تناقشنا اليوم هي كتير مهمة جداً وبحاجة بطبيعة الحال يعني نوع من تطوير، واللي فهمناه من كتلة نواب الكتائب أنه هذا منه لقاء يتيم أكيد معنا، هذا اللقاء رح بيكون مع كل الكتل النيابية لمحاولة بلورة تصور مشترك بيكون حقيقة جامع لكل اللبنانيين إن شاء الله. ولكن الأفكار حتى لو كانت خلافية، حتى لو كان فيها اليوم يمكن أخذ رد، هي جديرة بأن تطرح. وإذا لم تطرح هذه الأفكار بالمؤسسات الدستورية وبمجلس النواب، وين رح تنطرح؟ نحن من هالمنطلق منقول هاي دينامية منحب إنها يعني تكون تعمم، هذه حركة سياسية مفيدة بين كل الكتل النيابية. ونحن صار في كلام مع بعضنا أن يكون هنالك يعني استكمال لهذا العمل، مش بس على مستوى الفكرة اللي مطروحة اليوم، ولكن على فكرة تنشيط العمل التشريعي والرقابي والدستوري. ما بدنا نضل بس بفعل يعني النوايا الطيبة والحسنة والمحاولات والمبادرات، بدنا ننتقل للممارسة الفعلية. وقت اللي بده يكون عنا دستور بدنا نطبقه، وقت اللي بكون عنا قوانين بدنا نحترمها، وقت اللي بكون عنا أفكار ولو كانت خلافية بدنا نطرحها، بدنا نحاول نتوصل إلى قواسم مشتركة فيها. نحن بنتمنى أنه هذا الموضوع ياخد مدى مع كل الكتل النيابية مثل ما اليوم سمعنا، بكرة في مواعيد وبعد بكرة وغيره، وسيكون لنا أكيد رأي وملاحظات. طبعا هذا الشيء بيرجع لكتلتنا، رح بيكون في لنا ملاحظات ونحن وعدنا بهالشيء، ورح منتابع ان شاء الله بهيدا وبغيره العمل التشريعي والرقابي. هل انتم بالمبدا مع حياد لبنان؟ وكيف رح تلفقوا بهذا الموضوع مع تحالفكم مع حزب الله؟ اقوى شيء سعد، حقيقه اقوى شيء سعد. نحن لا كتله الكتائب ولا نحن بصدد عزل حدا مثل ما فهمت، ولا حدا عم بفكر انه يتشاطر على الثاني ولا يتزايد على الثاني، لا بتحالفات حزب الكتائب ولا بتحالفات التيار الوطني الحر. تنكون واضحين، هذا الموضوع مش للمزايده السياسيه ولا لعمليه محاصره. قال الزميل إلي ماروني بانه هذا الموضوع بده ينشغل على مستوى وطني، كل شيء في ملاحظات بدها تنوضع عليه لحتى ما حدا يشعر، لا حزب الله ولا تيار المستقبل ولا نحن ولا اي حزب اخر، بانه هذا الموضوع موجه ضده، مش بس بهذا القانون، بهذا الاقتراح. وقد يكون هنالك ملاحظات عديدة، ولكن بكل الاقتراحات على المستوى الوطني والدستوري إذا بتوصل لمحل بتنطلق من خلفية وطنية مش من خلفية ضيقة حزبية أو اصطفاف داخلي. وشكرا. هل ترى أنه يمكن أن تكون يعني هيك طريقة تكون الحل اليوم للصراع اللي عم نشوفه داخليا؟ نحن بنتمنى أنه نحن حكينا، ما حدا منا موهوم بأنه هيدي الخطوة بحد ذاتها رح تعمل يعني هذا الإنقاذ اللي كلنا عم نفكر فيه، ولكن كل خطوة
بالاتجاه لو كانت خطوة يعني وبده يتبعها خطوات ويمكن بدها عمل وبدها ممارسة مثل ما بتعرفي وتطبيق، هي جديرة بالبحث وجديرة بالنقاش وجديرة بأنه واحد يأخذها بجدية ويتبعها. يعني وشكرا. بس عطانيا بهذا الموضوع اليوم لبنان تدمر من 43 لليوم، مئات الألوف من القتلى والشهداء، وإذا جينا ندرس ونعيد قراءة الحرب اللبنانية منشوفها نتيجة ارتباطات أقليمية ودولية وحروب الآخرين على أرضنا. اليوم الحياد بعتقد معركة برلمانية دستورية نقدر نقودها كلنا، ونحن عم نسعى لحتى يكون في توافق لبناني لبناني حول هالموضوع. بعتقد أنه هذا حل كبير بينقذ لبنان وبيعيدنا إلى أن نكون واحد استقرار بالمنطقة، وبعتقد المنطقة بحاجة لنا بلد محايد وبلد بيأمن الحرية للجميع. اليوم كل حزب، تيار الوطن الحر او حزب الكتائب او باقي الاحزاب، عم يدرسوا ضمن اطار مكاتبهم السياسيه الموقف اللي بدنا ناخده ب 15 ايار، وبعتقد هذا شيء بنحكي فيه ببيت الكتائب. ما دام فتحت هذا الموضوع بس بدي اقول شغله، انه اذا بدنا نروح بمبدا احترام الدستور مش بس بعمليه التشريع والتفاهم على مبادئ معينه، مبدا احترامه بالممارسه، بدنا نحترم المسيئيه، بدنا نحترم الحقوق الدستوريه للبنانيين، بدنا نحترم المناصفه، بدنا نحترم بشكل كامل، مش بتسويات تنعمل لانه والله فلان قابل وفلان مش قابل، تسويات بتنعمل تحت سقف دستور، بس كل شيء مذكور بالدستور لازم يكون مقدس لنا جميعا، ولا تجوز التسويه عليه ولا يجوز التنازل عنه لا لالي ولا لاي نائب اخر. وشكرا.